ذكرى استشهاد زعيمنا وقائدنا المؤسس ياسر عرفات رحمه الله، وأبى المحتل أن نلتقي في موعدنا فقام بتنفيذ عمليته الغادرة. لكن غزة الأبية، لكنكم جميعا أبيتم أن يمر ذلك الغدر فرددتم الصاع صاعين. يا جماهير فتح العظيمة، جئتم اليوم إلى ساحة السرايا تنتصرون للحرية، غير بعيدين عن بقايا الزنازين التي أنشأها الاحتلال وأمضينا فيها سنوات من عمرنا. تعودون للانتصار مرة أخرى للحرية بعد أن حاول المثبطون والواهمون والمرتجفون من زحفكم أن يحولوا بينكم وبين هذا المشهد المهيب. هذا الجمع اليوم الذي اختار طريقا لا ينتهي إلا باستعادة فتح من مختطفيها وإعادة البوصلة الوطنية إلى طريقها الصحيح، من خلال أولا شراكة وطنية مع الكل الوطني والفصائل، إسلامية كانت أو وطنية، وثانيا برنامج كفاحي يضمن استقلالنا الوطني بأقل التكلفة. أريد أن أثبت نقطتين هامتين قبل أن أختم لقائي بكم. أن أقول وأوجه هذه رسالة، ودعوني أقول أنها نداء، على الرغم من أنه أخي مجد أبو شمالة سيغضب مني الآن وربما بعد الحضور. أوجه رسالتي إلى أبو مازن. إن الواهمين بإسقاط صفقة القرن بالكلام عليهم أن يحولوا ذلك إلى سلوك، ومن هنا أدعوه كأخ للتحرك وفورا إلى غزة لإعلان حكومة وحدة وطنية تضم كافة فصائل العمل الوطني، بدلا من الحكي عن إسقاط صفقة القرن، الرد العملي والجاد أن تستنتج بهذه الحشود المجتمعة اليوم في غزة، فهي حضنك الدافئ وليست المقاطعة ومن بها من المهزومين. اذهب إلى شعبك، تحصن بهم، استقوي بهذا الجيش الفتحاوي، ثم بعد ذلك تستطيع أن تواجه كل الإدارة الأمريكية. أما أن تبقى في المقاطعة محاصرا بمن يمثل CIA من جهة ومن يمثل الشين بيت من جهة أخرى، فلن يخرج منك إلا كلاما لا قيمة له في إسقاط هذه المؤامرة التي يتعرض لها شعبنا. ثانيا أدعو وفورا لعقد اجتماع الإطار القيادي المؤقت في القاهرة لمعالجة آثار الانقسام والتوافق على إعادة بناء النظام السياسي على أسس جديدة تتلائم مع متطلبات المعركة السياسية. أكرر شكري إخواني يا أبناء غزة، أخص هنا بالذكر أخواتنا وشبابنا في الجيل الجديد الذين لم يروا يوما مفرحا. نحن نعاهدكم في فتح، ونعاهد كل الشعب الفلسطيني أن الذي أراد أن يطفئ نور غزة، نحن بكم ومعكم سنضيء أنوارها لتصل لكل القاسي والداني.